السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان Super Pave System، وهو النظام الثاني من أنظمة تصميم الخلطات الأسفلتية بعد أن درسنا النظام الأول وهو نظام المارشال. نظام Super Pave System هو من الأنظمة الحديثة لتصميم الخلطات الأسفلتية، وهذا المصطلح حقيقة هو مختصر للكلمات التالية: Superior Performing Asphalt Pavements، بمعنى الرصف الأسفلتي ذو الأداء الفائق، وهو نظام شمولي متكامل لتصميم الخلطة الأسفلتية وتحليلها. تم تطويره من قبل برنامج بحوث الطرق الاستراتيجي Strategic Highway Research Program SHRP، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1987 ولمدة 5 سنوات. هذا البرنامج الـ SHRP قام بإجراء بحوث متكاملة على الطرق الأمريكية لمدة 5 سنوات، بدأت عام 1987 وانتهت عام 1992، وخصص الكونغرس مبلغ قدره 150 مليون دولار لغرض إجراء هذه البحوث. وسبب الإجراء أنه شافوا أن الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفشل قبل انتهاء العمر التصميمي للطريق، وتظهر فيها مشاكل كثيرة، مما استدعى الأمر دراسة متأنية وفاحصة للمواد الداخلة في الخلطة الأسفلتية مع مراقبة الطرق بعد إنشائها لفترات طويلة تحت تأثير الأحمال المرورية، لغرض إنشاء أو تطوير طرق جديدة للتصميم تعالج المشاكل القديمة التي كانت موجودة سلفاً. وخصص 50 مليون دولار من هذه الميزانية لغرض تطوير مواصفات المادة الأسفلتية اعتماداً على أدائها development of asphalt performance. هذا المصطلح راح نسمعه كثيرا في هذا النظام، asphalt performance، أداء الأسفلت، لإيجاد نوع من المحاكاة الحقيقية ما بين التحليل المختبري والأداء الحقلي، فإذا سوى نوع من المحاكاة أنه ماذا يحدث في المختبر المفروض يكون مقارب لما يحدث للطريق في الحقل. وبالتالي طور هذا النظام، هذا هدف هذا الـ SHRP، هذا البرنامج، تطوير نظام يربط خصائص المادة في الخلطة الأسفلتية الحارة مع أداء الرصف Pavement Performance، للتغلب على أنواع الفشل اللي تحدث بالتبليط، للتغلب على أنواع الفشل اللي تحدث في التبليط. طبعاً أنواع الفشل الحادثة في التبليط، هناك 3 أنواع من الفشل اللي عالجها نظام السوبر بيف، 3 أنواع. النوع الأول اللي هو يسمى الفشل الظاهري Permanent Deformation، أو له تسمية أخرى يسمى التخدد Rutting. هذا هو الرتينج، هو وجود أخاديد تحدث تحت تأثير إطارات السيارات، ممكن تكون بهذا الشكل أو هذا الشكل. والتخدد حقيقة تلاحظون هذه الأشكال كلها كأحد أنواع الفشل، اللي هو فشل التخدد أو الفشل الظاهري الحادث بالتبليط، واللي حاول هذا النظام أن يعالجه. سبب حدوث هذا الفشل هو يا إما ضعف في قدرة تحمل التربة الطبيعية السبجريد، أو حدوث انضغاط في الطبقة الأسفلتية عندما تكون الفراغات الهوائية عالية، وبالتالي الكومباكشن اللي صار على الطريق ما كان كومباكشن صحيح، أو حدوث فشل في نفس الطبقة الأسفلتية يسمى البلاستيك ديفورميشن. هذه كلها تؤدي إلى حدوث هذا الهبوط تحت مسارات إطارات المركبات، وهذا شائع كثير جدا في
طرقنا الموجودة. فحاول هذا النظام السوبر بيف أن يعالج هذه المشكلة اللي هي النوع الأول. النوع الثاني من الفشل اللي هو المسمى الفتيج كراكينج، فشل الكلل أو التعب أو الإجهاد الحادث بالطريق، واللي ممكن أن يطلق عليه أيضاً تسمية أخرى هي تسمية الليجيتر كراكينج، الشقوق التمساحية. لاحظون هذه بعض الأشكال، وهذه كثيرة جداً عندنا أيضاً في طرقنا، هذا النوع من الشقوق، الشقوق اللي تنتشر وتتوسع بشكل شقوق تمساحية كأنما قشرة التمساح. وهذا الفشل يحدث حقيقة على مرحلتين. المرحلة الأولى عندما يتعرض السطح السفلي للطبقة الأسفلتية، هذه الطبقة الأسفلتية تحت تأثير الحمل مع الإطارات، السطح العلوي يكون في كومبريشن، السطح السفلي يتعرض إلى تنشن، إجهاد شد بسبب تركز الحمولة المحورية على السطح، حيث يبدأ التشقق بالحدوث. بالحدوث منين يبدأ التشقق؟ من أسفل الطبقة الأسفلتية، وهذا يسمى مرحلة البدء أو الانيشيشن. المرحلة الثانية تبدأ مرحلة النمو، سموها البروبوغيشن، مرحلة النمو، حيث تنتشر الشقوق من الأسفل إلى الأعلى لتظهر على سطح الطبقة الأسفلتية بهذا الشكل اللي تلاحظوه أمامكم. إذا تبدأ الشقوق من الأسفل ثم تنتشر إلى الأعلى، هذه هي الشقوق التمساحية اللي حاول يعالجها نظام السوبر بيف. النوع الثالث من الشقوق هي شقوق درجات الحرارة المنخفضة، درجات الحرارة المنخفضة أو مرات تسمى الثيرمال كراكينج، الفشل الحراري، الفشل الحراري. وهذا الفشل الحراري سببه طبعا الرئيسي مثل ما تلاحظون بهذه الصور هو التمدد والتقلص، تمدد والتقلص نتيجة لتعاقب الحرارة والبرودة بفارق كبير. وهذا النوع من الشقوق تحدث أولا بالسطح العلوي اللي هو معرض لانخفاض درجات الحرارة وارتفاعها في المرحلة الأولى، تحدث هذه الشقوق بالسطح العلوي ثم تنمو إلى السطح السفلي، تنمو إلى السطح السفلي للأسفلت بعكس النوع الثاني نتيجة التعرض لدرجات حرارية مختلفة. ولاحظ أن هذا النوع من الشقوق يكون بشكل عرضي على اللين أو على مسار الطريق أو التبليط. إذا حاول نظام السوبر بيف أن يعالج هذه الأنواع الثلاثة من الفشل بصورة رئيسية، وهي أنواع كثيرة الحدوث لم يكن يعالجها سابقا نظام المارشال الطريقة القديمة، اللي حاول حقيقة نظام السوبر بيف الآن أن يعالجها بشكل صحيح. إذا نظام السوبر بيف هذا النظام الشمولي المتكامل يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول طريقة تحديد الرابط الأسفلتي، أسفلت بايندر، يعني كمية القير اللي راح نضيفها إحنا إلى التبليط، يطلق عليها مصطلح جديد هذا النظام يسميها أسفلت بايندر، والركام المعدني. إذا المرحلة الأولى بالسوبر بيف هو طريقة تحديد الرابط الأسفلتي والركام المعدني. المكون الثاني في هذا النظام هو تصميم الخلطة الأسفلتية. بعد أن أحدد الأسفلت بايندر والمينرال أجريجيت أبدأ أصمم خلطة أسفلتية تصميمية. المرحلة الثالثة مرحلة الأناليسز أند بريدكشن أوف بيفمنت بيرفورمانس، مرحلة تحليل وتوقع أداء التبليط. يعني بعد ما أسوي الخلطة التصميمية وأسوي منها فد مقطع تبليط، أجي أحلل هذا المقطع تحت تأثير الأحمال وأتوقع ما هي أنواع الفشل راح تحدث وكيف راح تحدث حتى أقدر أعالجها في مرحلة لاحقة. إذا نظام السوبر بيف ميكس ديزاين، هذا النظام له أربعة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو sufficient asphalt binder، وجود رابط أسفلتي كافي، يعني كمية قير كافية بعدم حدوث أي مشكلة. والهدف الثاني sufficient voids in mineral aggregate اللي سميناها في مارشال VMA، والفراغات الهوائية. إذا الفراغات في الركام المعدني VMA والفراغات الهوائية مرات سموها AV Air Voids.
هذه الفراغات الهوائية وجود فراغات في الركام المعدني وفراغات هوائية بنسبة كافية محددة لغرض أن يكون الخلطة الأسفلتية عندنا خلطة ناجحة. والهدف الثالث تحقيق قابلية تشغيل كافية sufficient workability حتى تكون الخلطة سهلة التعامل معها في الموقع عند الفرش. الهدف الرابع هو satisfactory performance characteristics over the service life of the pavement، يعني تحقيق خصائص أداء مرضية خلال العمر الخدمي أو العمر التصميمي للتبليط، خصائص أداء مرضية بحيث الطريق يشتغل خلال العمر التصميمي له بصورة كفوءة وما يحتاج إلا يعني كلفة بسيطة لغرض الصيانة الدورية على مدى العمر التصميمي للطريق. إذن نلاحظ أنه هناك اختلاف كبير بين طريقة السوبر بيف وطريقة المارشال السابقة. طريقة المارشال حقيقة اعتمدت على ظروف، هذه الظروف الموجودة في المختبر لم تكن مشابهة لما يحدث في الموقع. يعني مثلا في المحاضرة الماضية ذكرنا أنه المارشال النماذج نجري التجربة عليها، تجربة الفحص بجهاز المارشال بدرجة حرارة 60 درجة مئوية. هل في الحقل دائما التبليط معرض لدرجة حرارة 60 درجة مئوية؟ الجواب كلا، قد ترتفع درجة الحرارة أعلى من هذا وفي أغلب الأوقات هي أقل من هذه الدرجة الحرارية. فإذا لا يوجد محاكاة حقيقية لما يحدث في الواقع. بعكس هذه الطريقة نظام السوبر بيف حاول أن يغطي على عيوب الطريقة القديمة ويوجد نوع من المحاكاة الحقيقية لما يحدث للتبليط تحت الظروف الجوية والظروف الطبيعية. فهذه نقطة الاختلاف الجوهرية في هذه الحالة. يتضمن نظام السوبر بيف ثلاثة مراحل رئيسية. المرحلة الأولى مرحلة اختيار المواد، والمقصود بالمواد حقيقة اللي راح نشوفها بعد قليل اللي هي القير والأجريجات، مرحلة اختيار المواد بصورة صحيحة. المرحلة الثانية هي مرحلة تصميم الخلطة التجريبية الحجمية Volumetric Trial Mixture Design، تصميم خلطة تجريبية حجمية. المرحلة الثالثة مرحلة اختيار تصميم المزيج النهائي Selection of Final Mix Design، وراح نتطرق بشيء من التفصيل لهذه المراحل فيما يأتي. نبدأ بالمرحلة الأولى في هذه المحاضرة اللي هي مرحلة اختيار المواد، والمواد مثل ما ذكرنا نوعين، اللي هي اختيار الرابط الأسفلتي اللي كان يطلق عليه سابقاً الأسفلت كونتينت في المارشال، هنا اسمه أسفلت بايندر، كيف نختار الرابط الأسفلتي، والعنصر الثاني باختيار المواد اللي هو اختيار الركام، الركام المعدني، كيف نختار الركام وكيف نختار الأسفلت بايندر بحيث من نمزجهم نحصل على الخلطة الأسفلتية الناجحة. راح نبدأ بهذه المحاضرة في التعرف على كيفية اختيار الرابط الأسفلتي، الأسفلت يعني القير، كيف نختار الأسفلت بطريقة السوبر بيف. يتضمن أو يعتمد اختيار الرابط الأسفلتي على عاملين مهمين في هذه الطريقة. العامل الأول هو مدى درجات الحرارة التي سوف يتعرض لها التبليط، range of temperature through which the pavement will be exposed، مدى درجات الحرارة التي يتعرض لها التبليط، يعني التبليط يتعرض إلى أعلى درجة حرارة ممكن تكون بالموقع كم وأقل درجة حرارة ممكن تكون بالموقع كم. إذا كل هذا الرينج الواسع أو المدى الواسع يدرسه نظام السوبر بيف. والعامل الثاني اللي يعتمد عليه اختيار الأسفلت بايندر اللي هو المرور الذي سوف يحمله الطريق خلال عمر الطريق، يعني المرور مقصود به المركبات حجم وأوزان وأعداد وسرعة المركبات اللي راح تمشي بالطريق خلال العمر التصميمي، بحيث هذول العاملين درجات الحرارة المختلفة والمرور اللي راح يتحمله التبليط حاليا ومستقبلا هما العاملان الرئيسيان في اختيار الرابط الأسفلتي الصحيح. طبعا فيما يخص مدى درجات الحرارة التي يتعرض لها التبليط هناك
مصطلح جديد في هذا النظام، مصطلح على درجة عالية من الأهمية، يمثل الصنف القير، صنف الأسفلت اللي راح نختاره بحيث يحقق لنا المدى الواسع بدرجات الحرارة. هذا الصنف يسمى في هذا النظام PG، ويعطى له رقمين PG. المقصود ب PG هي مختصر ل Performance Grade. Performance Grade صنف الأداء، يسمى صنف الأداء، ويعطى له رقمان دائما. هذا يقابل في نظام المارشال، ممكن نختار القير، نختاره يا إما اعتمادا على اللزوجة AC وفي رقم يمثل رقم اللزوجة، أو نختاره اعتمادا على البنتريشن 60-70 مثلا، 120-150-200-300. هنا لا راح نختاره اعتمادا على صنف اللزوجة ولا على صنف الاختراق أو البنتريشن، وإنما راح نختار صنف القير أو الرابط الأسفلتي اللي سميناه اعتمادا على البيرفورمانس جريد اللي يسمى صنف الأداء، ويعطى له رقمان. الرقم الأول هذا دائما بعد البي جي يمثل أعلى درجة حرارة في التبليط على عمق 20 مليمتر أسفل سطح التبليط. أعلى درجة حرارة في التبليط على عمق 20 مليمتر أسفل سطح التبليط. والرقم الثاني هذا الناقص 34، هذا يمثل أخفض درجة حرارة على سطح التبليط. أخفض درجة حرارة ممكن يتعرض لها سطح التبليط. هذا الرقم الأول أعلى درجة حرارة ممكن يتعرض لها السطح، والرقم الثاني هو أخفض درجة حرارة ممكن يتعرض لها سطح التبليط. طبعاً هذا يقودنا إلى جدول موجود عندكم في الكتاب، هو جدول 18-11. هذا الجدول موجود حقيقة على صفحتين، الجدول مهم جدا، ممكن بواسطته نختار الصنف، صنف الرابط الأسفلتي اللي راح نستخدمه في الخلطة الأسفلتية. لاحظ هذا الجدول بصورة مختصرة يتكون من عدة أصناف. لاحظ هذه بالأعلى PG 46، هذا أول رقم. شنو هذا؟ هذا أعلى درجة حرارة يتعرض لها سطح التبليط على عمق 20 مليمتر أسفل سطح التبليط. فلاحظ مثلا هذا الخانة الأولى أو الكولوم الأول لصنف PG 46، الخانة الثانية PG 52، الثالثة PG 58، PG 64. ولو انتقلنا للجزء الثاني من الجدول التكملة PG 70، PG 76، PG 82. هذا البي جي أول رقم اللي هو أعلى درجة حرارة يتعرض لها سطح التبليط. هذه الأرقام الفرعية اللي جوا هذا الرقم الرئيسي ناقص 34 ناقص 40 ناقص 46 وكذلك في الثاني ناقص 10 ناقص 16، هذه أخفض درجة حرارة يتعرض لها سطح التبليط. حتى أنا ممكن أختار البي جي، أختار أولا درجة الحرارة العليا ثم أختار أحد هذه الأرقام لتمثل درجة الحرارة السفلى التي يتعرض لها سطح التبليط، وبالتالي أقدر أختار صنف التبليط الأسفلتي حسب صنف الأداء اللي ممكن أستخدمه بطريقة السوبر بير. هذه المعلومات الأخرى هي لبعض التجارب اللي ممكن تجرى على الأسفلت لاحقاً، والخواص أو الحدود الخاصة بهذه التجارب. الشيء الأول المهم بهذا الجدول كيفية الاختيار، إذا ممكن أختار البي جي من هذه الأرقام. يعني من يقول بي جي 46، إذا كانت درجة الحرارة اللي عندي ما سطح التبليط اللي راح نشرحها هسه بعد قليل أقل من 46، 46 وأقل ممكن أختار 46. إذا كانت درجة الحرارة أقل من 52 وإلى حد 46 ممكن أختار 52. درجة الحرارة كانت أقل من 58، 57 مثلاً point something، 56، 55 إلى حد 52 ممكن أختار أنا 58، وهكذا. ثم بعدين أختار درجة الحرارة الدنيا السفلى اللي هي ناقص كذا، حتى أغطي كل الرينج الواسع بدرجات الحرارة اللي ممكن أصمم الخلطة الأسفلتية بموجبها عندئذ. هذا الجدول إذن جدول راح يعيني في هذه المرحلة لاختيار الرابط الأسفلتي. طبعا حتى أختار الرابط الأسفلتي هناك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هاي طبعا مشروحة عندكم، موجود هذه صفحة في الكتاب، فقط راح نمر عليها حتى نبين بعض الأمور المهمة بها. ممكن أختار صنف الرابط الأسفلتي بإحدى الطرق الثلاثة. ممكن المصمم يختار الرابط اعتماداً على الموقع الجغرافي للتبليط.
يعني أنا وين راح يكون المشروع مالتي؟ أما موقع هناك خرائط خاصة اعتماداً على هذا الموقع، يقول لك لهذا الموقع اللي هو في مكان كذا في ظروف كذا تختار صنف كذا، لهذا الموقع تختار صنف كذا. فمثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية اللي سوى بهذا النظام هناك مسح لكامل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية حسب الولايات، وكل ولاية مخصصي لها حقيقة صنف بي جي خاص يلائم ظروف هذه الولاية، إذن اعتماداً على الموقع الجغرافي. ثانياً ممكن أن أحدد المصمم درجات حرارة التبليط التصميمية، يعني مباشرةً على التبليط أنا كنقص درجة الحرارة، طبعاً لمدى واسع راح أشوفها الساعة بعد قليل، فممكن من درجة حرارة التبليط بصورة مباشرة أنا أختار البي جي درجة الحرارة. الأسلوب الثالث ممكن المصمم يحدد درجات حرارة الهواء التصميمية، يعني درجة حرارة الجو المحيط بالمنطقة اللي راح يسوى بها التبليط أو الطريق، وبالتالي عندئذ ممكن أنا أحول درجة حرارة الهواء المحيط بالتبليط إلى درجة حرارة التبليط، إلى درجة حرارة التبليط. فإذا هذه الطرق الثلاثة يعني موجودة ممكن استخدامها في التصميم. أغلب ما يستخدم بالتصميم اللي هو ممكن أنا أستفاد منه بصورة عملية وسريعة ممكن استخدام حقيقة الطريقة الثالثة اللي هي تعتمد على المعلومات المأخوذة من محطات التقارير الجوية والرصد الجوي. طبعاً بالولايات المتحدة الأمريكية هناك وكندا أيضاً تتبعها هناك أكثر من 6092 محطة رصد جوي تغطي كامل الولايات المتحدة، تشتغل على مدى باليوم 24 ساعة وبالسنة 365 يوم، يعني ما تتوقف أبداً، دائماً تأخذ تقارير عن درجات الحرارة اليومية وبالساعة وبالدقيقة، درجة الحرارة كيف تتغير، سرعة الرياح، الضغط الجوي كيف يتغير. وهذه المحطات لا تزال تشتغل طبعاً إلى وقت تأليف هذا الكتاب مالتكم اللي هو سنة 2008 كان صار لها أكثر من 20 سنة، فإحنا إلى وقتنا هذا هاي المحطات صار أكثر من 30-35 سنة في شغل متصل متكامل تغطي كافة الولايات المتحدة، تعطي تقارير بالدقيقة باللحظة باليوم بالشهر بالأسبوع بالسنة، تقارير متكاملة لكل منطقة درجات الحرارة كيف قد تتغير يوم بيوم ساعة بساعة دقيقة بدقيقة وعلى مدى هذه السنوات. فكونت قاعدة بيانات حقيقة ضخمة جداً استفاد منها نظام السوبر بيب والاس اتش ار بي، هذه المنظمه اللي اشتغلت على هذا النظام بحيث اخذت معلومات احصائيه كامله ومقبوله وحللتها تحليل واسع حتى تقدر تحسب البي جي للخلطه الاسفلتيه اللي راح نصممها. فيما يخص درجه الحراره العليا اول رقم بعد البي جي، اعتمدت هذه الطريقه على تحديد اسخن 7 ايام بالسنه. يعني أنا عندي سنة، السنة الأولى مثلاً، إحنا كم سنة مثلاً هاي المحطة قد تشتغل؟ هاي أكثر من 20 سنة إلى وقت تأليف الكتاب. السنة الأولى أحمى 7 أيام بالسنة، أسخن 7 أيام، إيه ما كانت؟ أخذت أعلى درجات حرارة، أعلى 7 قراءات في هذه الأعلى 7 أيام خلال السنة، وأخذ المعدل مالتها، طبعاً درجة الحرارة أقصد درجة حرارة الهواء، الهواء في المنطقة الموجودة فيها محطة الرصد. وبالتالي أخذت أعلى 7 قراءات خلال أعلى 7 أيام خلال هذه السنة ووجد المعدل مال هذه 7 قراءات، هذا المعدل هو اعتبرونه أعلى درجة حرارة هواء خلال السنة. زين كم سنة أنا عندي؟ 20 سنة مثلا، كل سنة راح أسويها أخذ أعلى 7 قراءات لأحمى 7 أيام وأخذ المعدل مالتها. عندي 20 سنة صار عندي 20 معدل يمثل الأعلى، كل سنة الأعلى بها، 30 سنة 30 معدل، وهكذا. ثم بعدين من هذه المعدلات نأخذ المعدل النهائي حتى نوجد درجة الحرارة العليا حتى تكون مقبولة إحصائيا لآلاف بل مئات الآلاف بل ملايين القراءات، فتكون رقم مقبول إحصائيا. هذه طريقة اختيار أعلى درجة حرارة في هذا الحالة. أما أخفض درجة حرارة، طبعا بالمناسبة من حدد أعلى درجة حرارة وهي مأخوذة من مئات آلاف القراءات، هنا إحصائيا لدارس علم الإحصاء
هناك ما يسمى بالستاندرد ديفيشن، انحراف معياري، حتى أوجد المعدل لقراءات أعداد كبيرة جدا يجب أن يكون هناك ما يسمى الانحراف المعياري الستاندرد ديفيشن. فهذا الانحراف المعياري يؤخذ نظر الاعتبار من أحسب معدل أعلى درجة حرارة خلال 7 أيام، وكذلك من أحسب أقل درجة حرارة ليوم واحد. أقل درجة حرارة أخذت ليوم واحد، يعني خلال السنة أبرد يوم، أبرد أقل درجة حرارة سجلت في أبرد يوم بالسنة أخذ قراءة واحدة. فشوف كم سنة أنا عندي، أخذ المعدل مال هذه السنوات. إذن لأسخن درجة حرارة يؤخذ أحمى 7 أيام بالسنة، لأقل درجة حرارة يؤخذ أقل درجة حرارة واحدة خلال السنة، ثم يحسب المعدل لهذه الأيام، ويوجد ما يسمى بالانحراف المعياري لهذه الدرجات. طبعا الانحراف المعياري يعتمد على ما يسمى درجة الوثوقية الريليابلتي، وهذه كلها معلومات إحصائية يعني المفروض بكم أنتم دارسيها سابقا. طبعا هنا يأخذ لكم مثال، هذا المثال بس توضيحي على الانحراف المعياري. هذا المثال يقول بي إذا كان هناك موقع معدل أعلى درجة حرارة ما 7 أيام هي 40 درجة مئوية، 40 درجة مئوية بانحراف معياري زائد ناقص 1 سنتيغريد. إذا من يقول لك 40 درجة مئوية بانحراف زائد ناقص 1، هذا توزيع درجات الحرارة يتبع التوزيع الطبيعي، التوزيع الطبيعي. فإذا أنا من أحسب المعدل مال 7 أيام خلال السنة، هذا المعدل راح يعتمد على التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي اللي هو هذا الشكل مالته، هذا شكل توزيع الطبيعي لدرجات الحرارة. فمن تحسب أنت المعدل المين ما 7 أيام، هذا المعدل راح يعطيك هذا الخط اللي هو في منتصف التوزيع الطبيعي، بمعنى أكو 50% من القراءات واقعة يمين الخط و 50% واقعة يسار الخط بدون انحراف معياري. هذا إذا أخذنا 50% درجة وثوقية يسموها probability، احتمالية 50%، بمعنى أنا إذا اعتمدت على هذا المعدل ما 7 أيام مباشرة، هناك احتمال 50% من القراءات مستقبلياً بعد ما أسوي الطريق تقع ضمن هذا المعدل، و 50% ممكن تقع خارج المعدل، وبالتالي أنا يعني نصف القراءات ما استفدت منها، الطريق مالتي راح يصير به مشكلة. فلو جينا ضفنا الستاندرد ديفيشن اللي يسميها الاس الانحراف المعياري، واخذنا 1 ستاندرد ديفيشن يعني اخذنا المعدل زائدا 1 انحراف معياري، فراح يصير عندي الكيرف راح يصل الى هذه المرحله، بمعنى البروبابيلتي او الاحتماليه اللي تغطي لي النقاط راح ترتفع من 50%، ايش قد يصير 84%. شنو 84%؟ يعني أنا ما راح أخذ المعدل مضبوط، المعدل وضيف له 1 انحراف معياري، وبالتالي راح أحصل على أنه هذه الرقم اللي أخذته هوني راح يغطي لي 84% من العينات خلال العمر التصميمي من الطريق. ومن اللي ظل خارج المعدل 16% من العينات، ظل خارج المعدل راح تكون ممكن تسوي لي مشكلة. زين إذا أخذت 2 standard deviation يعني أخذت المعدل اللي حسبته حسابياً وأضيف له 2 انحراف معياري، فعندئذ هذا راح يغطي لي، لاحظ راح أصل إلى هذا الرقم، الاحتمالية إيش قد راح تكون 98%، يعني 98% من الحالات خلال العمر التصميمي مال الطريق أنا كله راح تتغطى بهذا الرقم اللي راح أوجده إيهوني، راح يكون كله هذا مساحة الكيرف موجودة، و2% تبقى عندي شاذة ممكن ما تدخل ضمن هذا الانحراف. طبعا اذا اردت بعد حاله اعلى اضيف 3 ستاندرد ديفيشن للمعدل الحسابي، الحالات اللي راح تطلع عندي تقريبا تغطي اكثر من 99% من كل الاحتمالات من هسه الى مدى العمر التصميمي مال الطريق، ويبقى تقريبا مرات 0.1% او ما يبقى شيء، تغطي كل الحالات. لكن انا اخذ بنظر الاعتبار انه كلما انا زيدت درجه الوثوقيه او المصداقيه او الريليابيليتي او البروبابيليتي، هاي اللي يسموها بالاحصاء، عندئذ الكلفه راح تزيد عندي، الكلفه الاقتصاديه مال انشاء التبليط والطريق راح تكون اغلى، فلازم اعمل نوع من الموازنه، هاي تدخل فيها قرارات اقتصاديه قرارات سياسيه بالموضوع. احنا حقيقه اغلب ما يؤخذ اللي يكون مقبول جدا من الناحيه التصميميه والهندسيه عندنا، ومن الناحيه الاقتصاديه ايضا، هو اغلب المشاريع ان لم يحدد لك طبعا يعني درجة مصداقية أو موثوقية أخرى راح نأخذها 98%. 98%.
طبعا هذا الجدول الثاني اللي تلاحظوا جدول إحصائي موجود في كل كتب الإحصاء، هذا يعتمد على إيجاد ما يسمى معامل زيت اللي وراح نشوفه هسه موجود عندنا في إحدى المعادلات اللي نحسبها، ممكن أوجده من هذا الجدول اعتمادا على درجة المصداقية اللي نتكلم عنها في هذه المرحلة. إذا هذا ما موجود. فأنا من يكون عندي المثال 40، هذه 40 درجة مئوية، قال لك معدل مال 7 قراءات، هذه بأيما درجة موثوقية أو مصداقية 50%. زين، من عطاك الستاندرد ديفيشن زائد ناقص 1 درجة مئوية، يعني أنا هسا بهذه الدرجة 50% من القراءات هي ضمنة واقعة، 50% راح تكون أعلى منها، فأنا ما راح أغطيها. لكن لو جيت وضفت 1 ستاندرد ديفيشن، فقدت مثلا 40 زائد 1، أخذت 41 المعدل، ما اعتبرته 40، فعندئذ أنا راح أغطي 84% من القراءات. نأخذ 1 ستاندرد ديفيشن نغطي 84% من القراءات. زين، إذا أخذت 2 ستاندرد ديفيشن، يعني هي أنا كان عطاني بالسؤال أني المعدل 40، المثال عطاني المعدل 40، أضيف له 2 ستاندرد ديفيشن، كل ستاندرد ديفيشن 1، اخذ 2 ستاندرد ديفيشن، يعني اخذ 42. فاذا انا اعتبرت درجه الحراره مالتي ما 40، 42 ضفت له 2 ستاندرد ديفيشن، عندئذ راح اغطي 98% من الحالات واكون تقريبا بالسيف سايد، يبقى 2% من الحالات عندي خارج هذا النطاق. اذا هذا هو ما مقصود بهذا الكلام هنا. وبالتالي لاحظ اخذ 42 درجه مئويه، قال لك ريليابيلتي او درجه وثوقيه او مصداقيه 98% في هذه الحالة. طبعا هذا هو ما مقصود بحالات كيفية إيجاد أعلى درجة حرارة وأخفض درجة حرارة. هناك أيضا جدول آخر، جدول 18-11 اللي أخذناه اللي راح يفيدنا في إيجاد البي جي، شرحناه قبل قليل. أكو جدول 18-12 موجود عندك أيضا في الكتاب، هذا هم ممكن يفيدك في حساب البي جي. هذاك الجدول السابق يفيدنا في حساب البي جي او الصنف اللي راح اختاره للرابط الاسفلتي، اذا اعطاك درجه الحراره العليا والصغرى للهواء او للتبليط. زين، اذا ما اعطاك درجه الحراره ما كانت متوفره، هذا الجدول الثاني راح يفيدك في حساب صنف الجريت بيرفورمانس، صنف الاداء او ايجاد صنف الرابط الاسفلتي الملائم للخلطه الاسفلتيه بالاعتماد على خط العرض للمنطقه اللي راح ينشا بها الطريق. لاحظ هذا الجدول طبعا للولايات المتحده الامريكيه، ماخذ لك ولايات او مدن مختلفه في الولايات المتحده. هذا معطيك شنو هون، هذا الكولوم الاول هذا خط العرض، يعني المدينه على اي خط عرض تقع، وبالتالي من محطات الرصد الجوي اللي عندهم كافه المعلومات متوفره يجي يوفر لك، يقول لك لهذه المدينه اللي واقع على خط عرض كذا يقترح بي جي صنف رابط اسفلتي يساوي كذا، هذا الرقم الاعلى وهذا الرقم الادنى. طبعا اذا اشتغلت على درجه وثوقيه او مصداقيه ريلابيلتي 50%. زين، اذا تريد على 98%، طبعا صنف الرابط الاسفلتي راح يكون اعلى، يعني راح يكون مكلف اكثر، صنفه ممتاز اعلى، هذا الصنف اعلى من هذا الصنف، وهذا حقيقه تكمله الجدول. فانت بالسؤال اذا اعطاك درجه الحراره العليا والصغرى راح نستفيد من الجدول 18-11 لايجاد البي جي، واذا اعطانا خط العرض ما اعطانا درجه الحراره العليا والسفلى، فممكن استفيد من هذا الجدول لايجاد البي جي الخاصه بصنف الرابط الاسفلتي، ممكن استفاد من الجدول السابق. طبعا ياخذ نظام السوبر بيف بنظر الاعتبار حقيقه ان درجه حراره التبليط وليس درجه حراره الهواء هي اللي لازم نستخدمها احنا بالتصميم. احنا ذكرنا قبل قليل انه هاي محطات الرصد تنطينا درجة حرارة الهواء مال المنطقة. أنا من راح أسوي التبليط درجة حرارة التبليط هي ما نفس درجة حرارة الهواء الموجود فوق التبليط، وبالتالي ينبغي أن أحول درجة حرارة الهواء إلى درجة حرارة التبليط. هذا ما يسويه عندك بهذه المعادلة الموجودة عندك في الكتاب، معادلة 18-13. أش ينطيك بهذه المعادلة؟ ينطيك عدد من المتغيرات. هذه المتغيرات طبعا هاي المعادله راح تحول لك درجه حراره الهواء اللي انت تاخذها من محطه الرصد الى درجه حراره التبليط على عمق، درجه حراره على عمق 20 مليمتر اسفل سطح التبليط. تي 20 هذه هي درجه اعلى درجه حراره، طبعا هذه اعلى درجه حراره، هاي نتكلم هسه على اعلى درجه حراره.
هذه اعلى درجه حراره تصميم تبليطيه عند درجه او عند على عمق 20 ملم اسفل سطح التبليط. تي اير هاي درجه حراره الهواء المحيط بالتبليط، راح ناخذها من محطه الرصد الجوي، ولا اقصد بها اعلى درجه حراره. اعلى درجه حراره يعني اللي ماخوذه من المعدل اسخن 7 ايام بالسنه وعلى مدى السنوات المقاسه. ال اي تي هذا هو الخط العرض الجغرافي مال الموقع، مال المدينه او الموقع اللي راح ينشا بها الطريق. طبعا هنا عندك ال اي تي، هوني سكوير، هوني ال اي تي، انتبه على الاقواس، هذه فاكتورات. هذه المعادله راح اطبقها حتى احول درجه حراره الهواء المحيط بالتبليط الى اعلى درجه حراره هواء على عمق 20 ملم اسفل سطح التبليط. اما هذه المعادله الثانيه، معادله 18-14، هذه تستخدم لاخفض درجه حراره. اذا الدرجه الاولى لاعلى درجه حراره، المعادله الاولى. المعادله الثانيه لاخفض درجه حراره، هذه اخفض درجه حراره حقيقه اللي بسميها تي بيفمنت، هذه تؤخذ على سطح التبليط بها هذه الفاكتورات. تي اير هو اخفض درجه حراره مال الهواء، تؤخذ من محطه الرصد. ال اي تي هي ايضا الخط العرض مال المنطقه المشى بها الطريق. ايدج هذه كابيتال ايدج هو سمك التبليط، سمك التبليط بالمليمتر، هذه طبعا ثوابت. سيجما هذه سيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن، سميناها الانحراف المعياري، اشقد هناك انحراف معياري بهذه القراءات اللي جمعناها عن المعدل، هذا طبعا فاكتور احصائي، هذا يعطي قوه على الاغلب بلس مثلا 1 ستاندرد ديفيشن، 2 ستاندرد ديفيشن، اشقد يكون الانحراف المعياري. الزيت هذا هو فاكتور، هذا هو معامل يؤخذ من جدول التوزيع الطبيعي من جداول احصائيه اعتمادا على درجه الموثوقيه، هذا اللي حكينا عنه قبل قليل، هذا الجدول. من هذا الجدول ممكن ايجاد الزيت اعتمادا على درجه الموثوقيه. شلون اوجده؟ يعني ايش قد درجه الموثوقيه او درجه المصداقيه؟ 50%، اجي داخل هذا الجدول ادور على 50%، وين ال 0.5؟ وين الرقم 0.5؟ هذا مثلا 0.5، هذا هو ال 0.5، هاي 50%. او على موثوقيه مثلا 98% اللي احنا راح نستخدمها واللي انت مستخدمها عندكم في الكتاب، يعني هنا هسه بالكتاب يقول لك درجه موثوقيه، لاحظ زيت ايش قد ماخذها 2.055 لدرجه موثوقيه 98%. منين جابها هذه؟ جابها من هذا الجدول 98%. وين ال 98%؟ اجي ادور عليها 0.98، لاحظ هنا عندك 0.9798، الرقم اللي بعده 0.9803، فاذا هي انتربوليشن ما بين هذا الرقم وهذا الرقم، هذا الرقم وهذا الرقم، هذا الرقم ايش قد يقرا الزيت مالته؟ لاحظ مقابيلك يقرا 2.0، ومن هنا ايش قد يقرا؟ 2. اذا صعدت من هنا 2.05، بينما هذا الرقم اللي بعده اللي هو اكثر من 98 يقرا 2.06. إذا 2.05 2.06، الرقم مالتنا اللي هو 98% واقع بين هذا الرقم وهذا، يعني ما بين 2.05 و 2.06، فما بين هذا وهذا راح يكون 2.055. وعلى الأغلب هذا في المسائل إذا ما أعطيناك الجدول راح نعطيك قيمة الزيت اعتمادا على درجة الموثوقية، يعني انت لدرجه موثوقيه 98% تقدر تحفظ هذا الرقم، وحتى لو ما حفظته راح يعطى لك حقيقه بالسؤال حتى تكون على بينه من امرك في هذه الحاله. اذا هذا الزيت راح يعوض هنا كمعامل، والسيجما راح يعطيك اياه اللي هي الانحراف المعياري، راح تعوض بالمعادله لايجاد اخفض درجه حراره تبليط عندئذ. هذا اذا كيفيه حساب البي جي اعتمادا على درجات الحرارة. وطبعا هناك يعني تصحيح ثاني موجود للبي جي، هذا التصحيح الثاني يعتمد على المرور اللي راح يمر على الطريق وسرعة ذلك المرور، المرور وسرعة ذلك المرور. فعندما تتحرك الأحمال التصميمية، أقصد الأحمال المرورية ببطء، حقيقة الطريقة هذه السيستم مصمم على أنه المرور يمشي بالشارع بسرعة، كلما كان المرور يمشي بسرعة أشق بسرعة، يعني أكثر من 50 كيلو بالساعة، يمشي سريع، تأثيره على التبليط تأثير قليل، تأثيره على التبليط
التأثير السلبي مالته كلش قليل. من يبدأ المرور كسرعة تبطأ سرعة المركبات يبدأ التأثير السلبي يزداد على التبليغ، فينبغي أخذه نظر الاعتبار. عندما تقف المركبة تأثير السلبي يكون أعلى ما يمكن للمركبات الواقفة، فيجب أخذه بنظر الاعتبار ويصحح البيجي اعتمادا على هذا الشيء. فهناك حقيقة أيضا مقترح في هذه الطريقة أنه سرعة المركبات من تكون سريعة يؤخذ بيجي بنوع معين يعتمد على درجة الحرارة، من تكون بطيئة أقل من 50 كيلومتر بالساعة البيجي راح يتغير، لازم يكون نوعية أفضل. من تكون المركبات متوقفة ونسبتها عالية فالبيجي يتغير أيضا، لا يجب أن أصححه اعتمادا على المركبات المتوقفة. هذا على السرعة. كذلك على الأحمال المرورية، الأحمال المرورية كلما زاد عدد الأحمال المرورية فعندئذ البيجي يجب أن يصحح اعتمادا على ذلك، يجب أن يصحح اعتمادا على ذلك. حقيقة الأحمال المرورية شلون تؤخذ دائما على الطرق؟ ما تؤخذ عدد مركبات، يعني المركبات تختلف، مركبات صغيرة مركبات كبيرة، عدد الأكسلز أو المحار والمركبات يختلف، فدائما الأحمال المرورية تؤخذ بطريقة الحمل المحوري المنفرد المكافئ يسمى equivalent single axle load. هذا التعبير راح نشوفه في الشابتر القادم، في الفصل القادم من ناخذ طريقة تصميم الطرق المرنة. تحول كافة أثقال المركبات إلى أحمال مال أكسلز مال محاور مكافئة تسمى equivalent single axle load. فيعتمد حقيقة هذا النظام أو هذه الطريقة على equivalent single axle load. إذا كانت الإكوفلس سينجل أكسل لود أقل من 10 ملايين ما بها تصحيح، أقل من 10 ملايين محور مفرد مكافئ. لكن إذا كانت من 10 ملايين طبعا إلى 30 مليون يجب تصحيح هذا البي جي اللي احنا حسبناه برفعه درجة إلى الأعلى، يعني نحسن من خاصيته. إذا كانت أكثر من 30 مليون أيضا يجب أن نرفعه إلى الأعلى درجة إضافية، درجة إضافية. كذلك في حالة البي جي يكون موجود عندك حسب درجات الحرارة والمركبات كانت بطيئة، البي جي لازم أرفعه درجة إلى الأعلى نوعيته أحسنها، وإذا كانت المركبات متوقفة أرفعه درجتين إلى الأعلى أحسن البي جي مالتي. البي جي اللي شفناه حقيقة بجدول 18-11 اللي هو هذا الرقم الأول مالته كان يتغير من خانة لخانة 6 درجات، كل 6 درجات يتغير. فمن أقول أرفعه يعني البي جي كان مثلا 52 والمركبات كانت عندي بطيئة أرفعه درجة للأعلى، أشقد البي جي يصير من 52 يصير 58 وهكذا، 58 والمركبات كانت متوقفة أرفعه درجة للأخ من 58 يصير بي جي 64 وهكذا. فيما يخص درجة الحرارة العليا ما السفلة، السفلة تبقى، درجة الحرارة العليا هي اللي ترفع عندئذ حتى أعمل تصحيح على هذه الحالة المطلوبة عندي. هذا طبعا الجدول اللي تلاحظوه جدول 18-13 يتكلم على هذا الأمر. فإذا كانت المركبات فاست ترانسيت يعني مركبات سريعة هذه البي جي راح نختار اعتمادا على درجة الحرارة، مركبات سلو لاحظ بها صف ثاني رو هذا نختار من درجات البي جي الصنف البي جي، إذا كانت ستاندينج المركبات متوقفة راح نختارها من هذا الصف المركبات المتوقفة. هذه طبعا أقل درجة حرارة، فأنا شو أسوي بعد ما اختار المركبة عندي متوقفة لو سائرة بسرعة بطيئة لو بسرعة عالية وانا محدد درجة الحرارة محدد البي جي راح انزل عمودي واقاطعه مع درجة الحرارة السفلى هذه افقي مع هذه العمودي حتى احدد البي جي مالتي، البي جي الخاصة مالتي، وبعدين هذه البي جي ممكن ارفعها انا درجة الى الاعلى حسب الاحمال المرورية اذا تجاوزت 10 ملايين أو جاوزت 30 مليون محور مفرد مكافئ، فعندئذ ممكن أن أنا أغيرها أرفعها درجة إلى الأعلى، فالسبعين مثلاً تصير 76، 76 تصير 82 وهكذا حتى نحقق الشيء المطلوب. إذن كخلاصة للموضوع حتى أنا أحل أي مسألة بطريقة أو أوجد البي جي الخاصة لأي طريق بهذه الطريقة، الخطوة الأولى عندي عدة خطوات. الخطوة الأولى أحدد المحطة الجوية المجاورة لموقع المشروع، وإذا كان موقع المشروع بعيد عن محطة جوية أو محطة رصد أحدد أقرب 3 محطات وأخذ المعدل مالتهم. الخطوة الثانية
اختار درجة المصداقية او الموثوقية ايش قادر 90% 95 98% حتى احدد درجة الحرارة العليا ودرجة الحرارة العليا ودرجة الحرارة السفلى للتبييض باستخدام درجة الموثوقية المطلوبة هي بالخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة احدد صنف الرابط الاسفلتي البي جي اللي حقق لي درجة الحرارة العليا والسفلى بالخطوة السابقة. والخطوة الخامسة ممكن أن أختار أصناف أعلى من البيجي اللي حددته بالخطوة الرابعة إذا كان هناك تصحيح لمركبات بطيئة أو متوقفة أو أحمال مرورية أكثر من 10 مليون حمل مروري يمر خلال هذا التبليط. طبعاً الأسئلة المحلولة راح أسوي الكمية بالجزء الثاني من المحاضرة. المحاضرة لم تكتمل ولكنه أدركنا حقيقة وقت المحاضرة، احنا محددين بهذا الوقت ضمن هذا البرنامج، فإن شاء الله نشوفها في الجزء الثاني. وشكراً.